من شويه كان في حفله، كان في ايفنت كده كان ما بين باير منشن او باير ميونخ مع برشلونه. كان في علقه كرويه ساخنه تلطيش. بص اي حاجه ممكن تتقال في الماتش ده يعني، عشان بس مشجعين برشلونه ما يزعلوش. هم كانوا فرحانين اول ما ريال مدريد خرجت. طب ما تخليكوا في المصايب اللي عندكم. يعني العماره اتهدت النهارده، جت على الارض، على الارض. برشلونه ما فيش برشلونه خلاص، بح ما فيش برشلونه. عشان فرحتوا اول ما ريال مدريد خرجت، بسطتوا قوي، قعدتوا البوستات فين 8-2؟ ايه ده؟ فكرني بماتش الزمالك ونسيك حلوان، كان في رقم كده برضه، يعني كوره واداء وكل حاجه، كل حاجه كانت موجوده. برشلونه بخ، مفيش هوا، تحس ان هي تقسيمه، الفريق الابيض بيلعب الفريق اللي هو لابس زي برشلونه كده. فمبروك لباير ميونخ، يعني اداء رائع النهارده. كان بيرزيتش ده حاجه يا جماعه، ده نجم منتخب كرواتيا، حاجه جامده جدا، من زمان من ايام كاس العالم وانا بتكلم عليه، يعني حاجه محترمه، حاجه كده قيمه. فباير ميونخ بيعود مره اخرى. على فكره النتيجه دي 8-2 بيفكرني كان في سنه من السنين باير ميونخ، لا مش البرازيل، خلاص البرازيل والمانيا يعني محروقه يعني. يعني كان في بايرن ميونخ فاز على برشلونه 4-4، يعني 4-0 في ميونخ، ولا 4-4 تقريبا، 4-4 نفس النتيجه، كانت بنتيجه واحده. النهارده بقى 8 كله على بعض، 8 كلهم مره واحده، ان شاء الله ما حد حوش. طبعا عمر زعلان وهيتجنن، بس معلش بقى استاذ عمر، 8-2 نتيجه تقيله، ممكن تعوضه ولا هو ماتش واحد تقريبا يعني؟ ما انا عارف. ها يعني ماتش واحد ولا ممكن تعوضه ولا ايه؟ السنه الجايه بقى باذن الله. طيب يبقى بايرن ميونخ بيصعد طبعا بنتيجه كبيره جدا وتقيله جدا. مولر احرز هدف، وبرزيتش وجنابري ده مفاجاه، قنبله حاجه كده جامده جدا. جنابري دوت حاجه، انتظروا جنابري ده هيبقى يعني لعيب هتتهافت عليه الانديه. جنابري ده لعيب حاجه يعني زي مبابي كده اول ما طلع كده، بس حاجه رائعه. بكره طبعا السيتي في انتظار طبعا البايرن ميونخ. طيب جنابري ومولر جاب الهدف الرابع، وكيميتش وليفانوديسكي وكوتينيو اللي ما كانش اللي معار من برشلونه حتى ما شفناه النهارده، ما فرحش او ما احتفلش باحرازه للاهداف النهارده.